خلوني أعلمكم اليوم طريقة الكفتة الهندية. شوية بصل وحمسته شوية وحطيت له شوية كمون، حب ونحمسه شوية بهذه الطريقة، وحطيت الثوم والزنجبيل وهم نحمسه، وحطيت الكركم والكزبرة والفلفل الحار وبهارات الجرام مسالة وشوية صلصة، ونحمسهم طبعا كل الزين، وحطيت شوية ماي وملح للإضافة. وطبعا المروب لازم ضروري كلش يعطي طعم كلش طيب. وهنا الكفتة دا تجهز، وخليت الكزبرة كلش ضرورية، إضافة الكزبرة، وخليناها 5 دقائق. وبعد 5 دقائق حطينا الكفتة، وبعد 5 دقائق ثانية، وهسه جهزت. وشوفوا كيف، طبعا ما تتخيلون طعمها، ما تتخيلوش قد طيب. وبالعافية عليكم، ويا ريت تجربوها وتعطوني رأيكم.